عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أبغى أسأل سؤال عن لعب البيروت. لعب البيروت هنا إحنا نلعب ساعة بعد قضاء صلاة العشاء، بعد كل واحد نصرف إلى بيته، فهل هذا فيه حرام؟ هل هو باطل؟ هل هو يعني كثرة الإفتاءات في هذا الموضوع؟ لا، لعب البيلوت ما يجوز وإن لم يكن فيه عوض، إن كان فيه جائزة فهو محرم وأكل للمال بالباطل. ما في جائزة وإن لم يكن فيه يعني أصبر يا أخي يصبر يا ناصر. ناصر استمع للشيخ بارك الله فيك. لا خلاص عطنا غيره. لا هو الآن يستمع إليك أحسن الله إليك. لماذا يقاطعني؟ لعله يا شيخ لم يسمع، لكن يعني يقول هم